السلام عليكم. فؤاد سعيد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل وعضو المكتب الجهوي للشبيبة العاملة المغربية. اليوم جينا في هذه المحطة النضالية المتمثلة في وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام جزئي لأعضاء المكتب الوطني وبعض أعضاء الاتحاد المغربي للشغل تنديدا واحتجاجا على عدم التفاعل مع النداءات المتكررة والعديدة للنقابة الوطنية. هذه النداءات اللي تأتي بعد مسلسل طويل من التعسفات ومن التضييقات، تضييق على العمل النقابي، تضييق على الحرية النقابية، إجراءات تعسفية وانتقامية على أساس الانتماء، بل أكثر من ذلك في العديد من الخرجات ديال النقابة الوطنية وفي عديد من بياناتها نبهنا إلى وجود خروقات كثيرة داخل هذه المؤسسة، خروقات إدارية مالية مهنية، بل أكثر من ذلك أنه تم إصدار تقرير عن المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل اللي أكد هذا التقرير على وجود هذه الخروقات اللي نبهت لها النقابة الوطنية. كنا ننتظر أنه يتم اتخاذ إجراء في هذا الموضوع، إلا أنه نفاجأ باستمرار التعسفات، باستمرار التضييق، باستمرار هذه الممارسات التي جاءت في خلاصات التقرير. لذلك اضطرينا بعد بطبيعة الحال احنا في النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل كمبدأ أساسي عندنا أنه كنلجأ أولا لقنوات الحوار. لجأنا لقنوات الحوار، قمنا بالعديد من الاجتماعات مع إدارة المؤسسة، إلا أنه اتضح أن هذه الاجتماعات ديال الحوار ما هي إلا مطية من أجل التغطية على هذه الخروقات ومن أجل الهروب إلى الأمام. لذلك احنا سطرنا برامج نضالية متعددة، هذه المحطة هذه واحدة من هذا المسلسل النضالي، أملا في أنه يتم الاستماع إلينا، يتم التدخل من أجل وقف النزيف هذه التعسفات ونزيف هذه الممارسات اللا قانونية والممارسات اللي هي تضرب في الصميم حرية العمل النقابي وتضرب في الصميم أيضا المكتسبات اللي تطمح لها شغيلة المكتبة الوطنية. تحية، أنا في الحقيقة حاضرة هنايا كمناضلة حقوقية وكمناضلة نسائية وأيضا كمناضلة نقابية عضوة ديال الاتحاد المغربي للشغل. هذا الحضور ديالي جاء على إثر التوصل ديالي بدعوة من المكتب النقابي ديال المؤسسة اللي يعني وصل لي واحد العديد من التقارير واللي طلعت عليها واللي تبين بأن فيها العديد من الخروقات المتعلقة بانتهاك الحق النقابي والاعتداء على النقابيين ورفض الحوار ورفض الاستجابة للمطالب ديال الموظفين والموظفات، وكذلك العديد من الحالات ديال التحرش ضد النساء. وهذه المسألة هي اللي جعلتنا نحضر كنسوي لأن هذا الشيء كيهمنا كجمعية نسائية. هذا الحضور ديالي طبعا جاء في إطار التضامن مع الموظفات والموظفين، في إطار ضم صوتي الأصوات اللي كتدين هذا السلوك ديال المسؤولين وديال المسؤول الاول على المكتبه الوطنيه من خلال ما كيقوم به من اعتداء على الحقوق ديال الموظفات والموظفين. هذا يعني الحضور كذلك هو من اجل مسانده المطالب ديال الموظفين ومن اجل انه تحترم القانون وتحترم كذلك السلطات المعنيه اللي هي تابعه لها هذه المؤسسه، هذه السلطات الوصيه، انها تحمل مسؤوليتها في فرض احترام القوانين واحترام التزامات المغرب في المجال الحقوقي، لانه الحق النقابي منصوص عليه في كل اتفاق في العديد من الاتفاقيات الدوليه اللي مصادق عليها المغرب، ايضا حقوق النساء والحمايه النساء من العنف والتحرشات الجنسيه. هذه كلها امور اللي كتهمنا كحقوقيين وكتهمنا كمناضلات نسائيات، ولهذا الحضور هنايا هو من اجل دعم هذه النضالات ديال الموظفين والموظفات المكتبة الوطنية في إطار النقابة ديالهم اللي كتمثلهم. هذا هو يعني السياق ديال الحضور ديالي. ربيع سليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية. إذن حنا اليوم هنايا للمرة السابعة تقريبا على التوالي في ظرف سنة واحدة، يعني منذ
منذ يعني أول بيان كان بخصوص صفقة إعادة تهيئة وتجديد المكتبة الوطنية، واللي أرصد لها واحد الغلاف مالي يقدر بحوالي 2 مليار سنتيم، وكانت يعني أثارت الجدال بخصوص بعض الخروقات المالية التي كنا قد نبهنا لها في بياناتنا السابقة. ومنذ ذلك الحين يعني إلى حدود اليوم يعني مجموعة من الممارسات التعسفية التي تنهجها إدارة المؤسسة ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، والتي يعني أسفرت عن العديد من الوقفات الاحتجاجية. يعني اليوم نحن نعيش الوقفة 7 على التوالي، ودائما يعني في ظل صمت رهيب للوزارة الوصية، بحيث أنه تم يعني إعداد واحد التقرير يعني اللي ممكن أن نقول عليه أنه تقرير أسود من طرف مفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. ومنذ أزيد من سنة ونصف من صدور هذا التقرير يعني إلى حدود الساعة لم يتم اتخاذ أي إجراء يعني تفعيل مخرجات هذا التقرير. وبمناسبة بأن هذا التقرير هذا أقل من يقال عنه أنه الخروقات اللي رصدها أنها تستوجب المتابعة القضائية، فما بالك بالإعفاء. يعني نحن لا نطالب بمجرد الإعفاء، ولكن بالمتابعة القضائية نظرا لخطورة الخروقات المالية التي تضمنها التقرير. ويبقى السؤال المطروح، إذا كانت الوزارة الوصية يعني غير قادرة أو عاجزة عن اتخاذ أي إجراء من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلماذا بالأصل يعني كان فتح تحقيق في 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 هذه الشبهات الفساد التي تعرفها المكتبة الوطنية؟ إذن هنا يعني نقطة يعني استفهام كبيرة. وإلى حدود الساعة يعني تم عقد العديد من اللقاءات مع السيد الوزير ومع لجان وزارية، وفي كل مرة كنا نتقدم بملفات مطلبية في مقدمتها تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعفاء مدير المؤسسة، ولكن إلى حدود الساعة لم يتم الاستجابة لأي مطلب من مطالب النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية. واليوم كنعرفوا يعني هذه الوقفة عندها واحد السياق خاص، لأنه جات من بعد يعني واحد السلسلة ديال الفضائح اللي عرفتها المكتبة الوطنية، إدارة المكتبة الوطنية، وبالضبط من طرف مدير المؤسسة، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وصلت إلى حدود المس والإساءة بقضية الوحدة الترابية بالمملكة، حيث شارك مدير المؤسسة مؤخرا في مؤتمر وملتقى دولي عرض خارطة المغرب مبتورة من صحرائها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاوزه. ومع الأسف لم يتم اتخاذ أي موقف أو احتجاج من طرف مدير المؤسسة، بل بالعكس يعني شارك في هذا الملتقى وتباهى بصوره الشخصية التي توثق هذه المشاركة في هذا المؤتمر، ليسيء ويستفز يعني مشاعر كل المغاربة قاطبتان ومشاعر مستخدمي المكتبة الوطنية على وجه الخصوص، بحكم أنه تم إقحام المكتبة الوطنية في ملتقى لا يجب أن تكون حاضرة فيه، فما بالك أن تكون الشريك الاستراتيجي في هذا الملتقى. إذن مجموعة من الممارسات، مجموعة من الفضائح. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.